قول يا شيخ، بعض الأهل عندنا كانوا يفطرون أو يأكلون بعد أذان الفجر، لما ذكرت لهم ذلك ذكروا قال ما في شيء غير ذلك، فهل فما حكم الأمر هنا؟ يعني ما في شيء؟ ليش ما في شيء؟ هم يقولون، فأنا نبهتهم قلت هذا الذي الكورة والضحى وقلوا ما في شيء، فما الحكم في الأيام الماضية لهم؟ كلمة ما في شيء هذه ما هي حجة، لكن نعم لو قالوا ما طلع الفجر مثل أن يكونوا في البر وليس حولهم أنوار، قالوا إنه شاهد الفجر ما طلع، لأن بعض الناس الآن يشككون في التقويم الموجود بين أيدي الناس، يقولون إنه متقدم على طلوع الفجر، يقول نحن خرجنا برا وليس حول أنوار ورأينا الفجر تأخر، حتى بالغ بعضهم وقال إنه يتأخر بثلث ساعة. نعم، لكن هذا الظاهر لا يصح. الظاهر إن التقويم اللي بين أيدي الناس الآن اللي وتقويم أم القرى فيه تقديم 5 دقائق في الفجر خاصة، 5 دقائق، يعني فلو أكلته مؤذن فلا حرج، إلا إذا كان المؤذن يحتاط ويتأخر، لأن يعني بعض المؤذنين جزاهم الله خير يحتاطون ولا يؤذنون إلا بعد 5 دقائق من التوقيت الموجود الآن. وهذه المسألة مسألة خطيرة، وبعض جهال المؤذنين يتقدمون في أذان الفجر زعما منهم أن هذا أحوط للصوت، لكنهم ينسون أنهم يهملون ما هو أشد من الصوت وهو صلاة الفجر. ربما يصلي أحد قبل الوقت، والإنسان إذا صلى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام ما صحت صلاته، ثم هم يقول نحن نحتاط، وتحتاطون أكثر مما احتاط الله للعباد. إن الله يقول حتى يتبين لكم الخير، حتى يتبين الفجر، حتى التعبير ليس يقول حتى يطلع الفجر، حتى يتبين. فأنتم الآن إذا أذنتم ومنعتم عباد الله أن يأكلوا ويشربوا في هذه اللحظة، معناه أنكم حرمتم الناس ما أباح الله لهم، فيكون عليهم إثم من هذه الناحية أيضا. حتى لو فرض الناس تمهلوا ولم يصلوا من حين الأذان فعليهم إثم من جهة أنهم منعوا عباد الله ما أحل الله لهم. فالجهل مشكل، الجهل داء قاتل. بعض الناس يكون جاهلا وينظر بعين الأعور، الأعور يرى من جانب واحد، جانب الثاني مهمل ما يشوف، وهذا غلط، غلط عظيم. ولذلك يجب على طلبة العلم أن ينبه الناس على هذه المسألة، وخصوصا المؤذنين، ويقول اتقوا الله في عباد الله، كيف تؤذنون قبل الفجر تمنعون عباد الله ما أحل الله لهم. ربما يكون إنسان توقع منه وعطشان ويجي أن يشرب، ولكن لورعه وتقواه لما سمع المؤذن أمسك، والمؤذن يؤذن قبل الفجر زعما منه أن هذا هو الاحتياط، فيحرم هذا الرجل المسكين. والاحتياط ليس الاحتياط أن تتبع الأشد، الاحتياط الحقيقي أن تتبع ما جاءت به الشريعة، هذا هو الاحتياط. نعم.